عندما تعمل ديكورتيكاسيون لخطاب الحزب هذا، عملية تشريح، تلقاه معناها مش يسخن في البيت، يسخن في القارس، ماكلة قارس. معناها هذا القيادة، هذا الحزب بدون تشخيص تنتمي إلى الصفوف السيئة في التجمع. معناها يعني نشوف احنا حتى الكبارات متاع التجمع من وزراء وكذا جبدوا روح من التالي، وجات الناس اللي كانت تأثث الاجتماعات وترفع الشعارات فالماضي سيء والحاضر كخطاب وكرؤية وبماذا تبشر التونسيين سيء كذلك. لأنه عبير موسي تعتبر أنتم سبب الداء في تونس اليوم. لا لا، أنتم اللي وصلتوا البلاد للوضع هذا. الشعب ثار على حزبها مش على حزبنا. أنا بالعكس، الشعب ثار على حزبها هي ورجعنا نحن. شي رسالتك عبير موسي في المكتب؟ لا لا، وجه رسائل لمن يفهم الرسائل، يعني خليت يلزم نأكدوا على الحقيقة ذي. الثورة طردت الحزب نتاعهم الحكم وأدانته بعد 23 سنة من الحكم، وجابت النهضة وأمثال النهضة، الحزب الجمهوري والبي دي بي وغيره، ورجعتهم. ولذلك ليس لديها، هي تبشر التونسيين بإعادتهم إلى العصور الماضية. ماذا لو فازت في الانتخابات وشعب التونسي صوت لعب في المكتب؟ نحن ستقبلون بالنتائج؟ لا طبعا، إذا كان الانتخابات نزيهة نحن نقبل بالنتائج. وكما تعاني الآن أوروبا من صعود أحزاب اليمين المتطرف وقادوا يعالجوا فيها بطريقة ديمقراطية. حزب عبير موسي تعتبره يميني متطرف؟ في المسألة الديمقراطية نعم، يعني وهو أسوأ من ذلك، يعني وما فماشي النزعة الأخلاقية لا تخليهم يعترفوا بأخطاء الماضي. يعني لو كان على الأقل اعترفوا بأخطاء الماضي وقدموا نقدوا من ذاتي، لكن هم يبشرون بأنهم سيعيدون الماضي بخيشوا بخنتريشوا، معناها بحشيشوا بريشوا كما يقولوا التوانسة. فلذلك يعني الشعب التونسي بيده القرار وليقرر للبلاد ما يشاء.